كشف عن ساقيه، الساق من الركبه الى، الساق من الركبه الى القدم، عفوها الساق من الركبه حتى الرجل، هذا كامل ساق. كشف عن ساقيه، ليس هذا من خوارق المروءه، خاصه كي يكون الانسان مع اصدقائه ماهوش بين قوسين عيب حشومه كيفاش الساق تاعو كذا، لكن ماهوش تروح من الطريق العام الان قعد الشاي تخرج الكرسي وكذا طلعنا على ساق على كل مع كي تكون مع مجموعتك، ولا راك على انت جالس على شاطئ البحر مع جماعه وكشفت عن ساقيك ومع مجموعتك، ولا داخل بيت انت وزوج اصدقائك ثلاثه واحد كشفت مع الناس مخاطع عادي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيك، والساق ليست من العوره. الفخذ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهد غطي فخذك فان الفخذ عوره، عوره فخذ عوره، لكن قال جمع من اهل العلم الفخذ عوره مخففه والدبر والدبر عورة مغلظة، والآخرون قالوا عورة مخففة مغلظة، المهم عورة تستر ولا تكشف. قال صلى الله عليه وسلم يا جرهد، هو جرهد أسلم رضي الله عنه، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. أذكر هذا لأننا في الصلاة الآن يعني بداية قريبة بداية فصل الصيف، تشوف الناس يلبسوا هذاك الشرط، يلبس قميص وبعدها يجلس ويرفع القميص ولا يرتفع القميص ويظهر الفخذ تاعه. يا اخي غطي فخذك فان الفخذ عار. ثم في الطرقات وتمر النساء ويمر فتيات، ما يليق بالمسلم حتى وان كنت في مكان اخر لا يراك الا فلان وعلام، قلنا لك غطي فخذك فان الفخذ عار. فكيف اذا كنت في مكان عام يمر بك الناس وانت كاشف لعورتك؟ ما يليق هذا بالمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له يا رسول الله عوراتنا ما نبقي منها ونذر وما نذر، قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. زوجتك تشوفك، اما انك تشوف العوره تاعك تكشفها امام امك او امام ابيك او شقيقك او شقيقتك او اخيك في الله او جارك او صديقك، لا الا لضروره. كل انسان رحت عند الطبيب وضروره لازم نكشف، الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة فقهية معروفة.